أفادت جمعية البنوك في فلسطين أن جميع البنوك في مختلف أنحاء قطاع غزة أوقفت عملياتها، وهو أحدث تدهور في الظروف المعيشية يضرب القطاع المدمر بسبب الحرب. وأدت أزمة السيولة النقدية إلى تفاقم هذه المشكلات، حيث أصبح النازحون الفلسطينيون عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم الضئيلة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. معاناة شديدة بالنسبة لنا لما نأخذ الراتب، بدك تروح على مصرف أو على دكانة أو على سوبر ماركت عشان يأخذ نسبة الفرقية، نسبة الصرف، وفي نفس الوقت طبيعة المصاري ذايبة تالفة، تركب مع السواق بعمل لك مشكلة، بتروح تشتري من بيع الخضرة بعمل لك مشكلة، وأساسا الفلوس كلها مش موجودة. شهر 5 صرفت 2000 شيكل ومن يوميها وأنا عليهم، وبعد ذلك صرت أستلف يعني لغايه انت حيظل هذا الوضع. عشان تصل الصراف بدك فتره اسبوع، او زي ما بقولها في العامه عندنا في غزه بدك سنه لما تصل الصراف. يعني بدهم يشاركوك اول حاجه في مالك وفي مال عيالك، ثاني حاجه العمله دايبه، يعني التجار بتعملوش فيها بتاتا. حد اقصى حطونا اياه لو تقدر تسحبه بقول لك 2000 شيكل. ل 2000 شيكل في ظل الحرب اللي احنا فيه بتسويش حاجه. ل 2000 شيكل في الحرب اللي احنا في الظل اللي احنا فيه هذه، ل 2000 شيكل عباره عن 2 شيكل مش 20 شيكل، 2 شيكل.